نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع منظمة الانتربول ورشة عمل إقليمية حول التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا. وجاءت ورشة العمل بحضور وفود 21 دولة وممثلي منظمتي الأمم المتحدة والانتربول. نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل إقليمية بعنوان التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي جاء تنظيمها بالتعاون مع منظمة الانتربول، ويأتي انعقادها في مصر إيمانا من الوزارة بأهمية التعاون الدولي والإقليمي لرصد وتجفيف منابع تمويل الإرهاب كأحد روافد مكافحة هذه الظاهرة. بالتأكيد الأساس في مكافحة الإرهاب وأي جرائم أخرى، جرائم عابرة الحدود، هي تبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين أجهزة تنفيذ القانون في الدول في الإقليم، وهذا ما سنسعى إليه خلال هذا الاجتماع. هذه الورشة تأتي في سياق سلسلة ورشات عمل سابقة قمنا بها في هذا البلد الطيب. نحن سعداء جدا بوجودنا في هذا البلد الذي عانى من الإرهاب والذي ضرب أروع الأمثلة في مكافحة الإرهاب. أتاحت ورشة العمل التي أقيمت على مدار 3 أيام وشارك فيها وفود 21 دولة وممثلو منظمتي الأمم المتحدة والإنتربول المجال للمشاركين فيها لتبادل الخبرات والرؤى حول الأساليب المستحدثة لتمويل الأنشطة الإرهابية وأحدث أساليب مكافحتها وما يرتبط بها من جرائم أخرى، في مقدمتها تهريب المخدرات والإتجار في العملة المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية. Les sources de ces financements sont nombreuses. D'appartenance du pays, par exemple au Niger, le terrorisme, les sources du financement du terrorisme, c'est le trafic de drogue, c'est l'orpaillage, c'est le trafic de migrants, c'est le trafic d'armes, etc., etc. This is a good chance, just like to learn for that from the very beginning. And to get to know how other countries are investigating, what problems they are facing. Well, there are some trends that we have to deal with, like the cryptocurrencies and so on. And it's always good just to be updated, you know, it's like. وفي الحقيقة أنا أتمنى أن تستمر مثل هذه الورش على كافة المستويات حتى نضع خطوط عريضة ونستفيد من تجارب الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد استعرضت مصر تجربتها في توجيه الضربات الاستباقية للأنشطة الإرهابية والتصدي للعناصر الضالعة في تلك الأنشطة، مع التأكيد الدائم في كافة المحافل الدولية على ضرورة تجفيف منابع تمويله وعقد دورات دولية في هذا الإطار، ومنها هذه الورشة. Thank you. I think it is very timely and excellent that Egypt is hosting this event because it sets forward how Egypt has a leading role, has been a center of excellence on terrorism financing, on countering terrorism financing. It's very relevant to have this here. We are in this wonderful police academy facility and we will have the opportunity to benefit. Well, as we have seen today, the efforts of Egyptian authorities have been fantastic in countering terrorism financing, and we continue to work very closely with Egyptian authorities in this space. This conference will be a great opportunity to further build on this cooperation with Egyptian authorities, but also with many other countries who are present here with us over the next few days. بحب أشكر جهود وزارة الداخلية المصرية واللجنة التنظيمية يلي حطوا كل الإمكانيات الممكنة حتى يكون هيدي الورشة ورشة ناجحة. أوصت الورشة في ختام فعاليتها بتعزيز تبادل المعلومات إقليمياً ودولياً لمكافحة الإرهاب وتفعيل برامج الانتربول لرفع القدرات الشرطية المحلية في هذا الإطار، وإقامة دورات وورش عمل واجتماعات لمكافحة الأنشطة الإرهابية والإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، والتعاون الدولي في عملية تبادل المعلومات من خلال قنوات منظمة الانتربول وقنوات المشرعة في
عمليات التحويلات الغير قانونية واستغلال الاستثمارات على النطاق الوطني في عمليات تمويل الإرهاب. عقد الورشة بأكاديمية الشرطة كانت فرصة للوفود المشاركة فيها للاطلاع على كيانات ومرافق الأكاديمية، حيث تم تنظيم زيارة لهم للاطلاع عليها وعلى البرامج التدريبية والتعليمية المطبقة داخلها لإعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي وفقاً لرؤية أمنية عصرية تواكب أحدث المستجدات الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، حيث أشادت الوفود بإمكانات الأكاديمية وتفردها بين مسيلاتها في إعداد حماة الأمن والأمان. تمضي وزارة الداخلية في استراتيجيتها نحو تعزيز التعاون الأمني مع شركاء مصر الإقليميين والدوليين في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار. استضافت مصر ورشة العمل حول التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنما هو تأكيد جديد على الريادة المصرية في مجال العمل الأمني وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، والذي أدى إلى حالة الاستقرار الذي تعيشه مصر حالياً مع الانطلاق نحو البناء والتنمية. من مقر أكاديمية الشرطة، عبدالله بركات، التلفزيون المصري.